حبايبي جريد 2، تعالوا مع بعض نشوف كده هنتعلم ايه النهارده. معايا حاجات جميله، هنشوف هناخد حاجه اسمها ايه ده، اتريبيوت ودايمنشن. ايه ده، ايه الكلام التقيل ده؟ ما تخافش، انا عندي الكلمه الاخيره الحلوه دي، شيب. شيب فيجر. امال ايه دايمنشن؟ اقول له بص حبيبي، لو انا مسكت لك العلبه دي، هل العلبه دي زي الورقه؟ لا. لا. عارف ليه لا؟ عشان حبيبي الورقه او الورقه دي عندها حاجه اسمها تو دايمنشن، عندها لينث ويدث، هنتعود عليهم جايه. لكن لما اجي للبوكس ده عنده 3 دايمنشن. الناس تشوفه من هنا ومن هنا وممكن من هنا، عنده لينث ويدث وهايت. يبقى انا عندي حاجات اسمها 2 دايمنشنز وعندي حاجات اسمها 3 دايمنشن. طيب تعالى يا مستر نكمل كده ونشوف، عرفني على حاجاتك النهارده. كل حابب يشوف الفيديو يروح على القناه، خد بالك حبيب. بص بقى يا حبايب، عايزك تتعلم انت تقرا مش انا اللي اقرا. يلا كده بعينيك ومحدش يقول ايه الكلمة الجميلة دي، محدش يجاوب، خلينا نبقى منظمين. ها، حالة raise your voice، علي صوتك. طيب ما ياسين، طيب بالراحة بس. ها تريانجل. طب نسمع، لا ياسين ما بتتكلمش عربي وما بتتكلمش الدونيس، ما تزعلنيش. تريانجل. طب يا مستر لحظة، انت عايز تعلمني ايه في التريانجل؟ ثانية يا حبيبي، تعالوا كده حبايبي نشوف ايه ده. اهو الشيب ده، الشيب يعني الشكل. هقولها مرة واحدة بس بالعربي، الشيب ده كلمة شيب، كلمة فيجر يعني الشكل حبيبي. نتعلم، لكن ده مش النيم بتاع ده، النيم بتاع ده اسمه تريانجل. طب استنى يا مستر، هو الراجل ده ممكن يتغير؟ قال لي تعالى كده نشوف. يعني أنا معايا جيرلز، بس دي غير دي غير دي، صح؟ بص كده يا قمر، هل ده ينفع اقول عليه تريانجل؟ لا. استنى حبيبي. يا مستر. طب ليه انا هقول عليه تريانجل؟ اقول له بس اصبر عليا. طب بص كده، هل ده زي ده زي ده؟ استنى حبيبي، ما تقولش تكتب واسكت. اسكت حبيبي. ليه يا مستر بتقول لي ده زي ده زي ده؟ اتعلم بقى معايا. لما اقول كلمه تريانجل تقول لي عنده 3 سايدس، استنى، عنده 3 فيرتكس، استنى بقى. يبقى انا عشان اقول دي بنوته ممكن اشوف اللبس، ممكن اشوف الاسم. انا عشان اقول تريانجل، بص بقى يا عمو، عندي حاجه اسمها سايدس. استنى بقى، مين السايدس؟ بص كده، الراجل ده اللاين ده اقول عليه سايد، يبقى اللاين ده سايد. يبقى التريانجل اعرفه عنده كام سايد؟ 3. شكرا. استنى بقى، يبقى اي حاجه 3 سايد اسميها تريانجل. شكرا. استنى يا مستر، يعني انت لو عملت كده ده تريانجل؟ مش عرفك. الله عليك، استنى بقى، لا احنا ما نقولش نفس. اسمع حبيبي لو سمحت واسكت. ساي 1 2 3، يبقى انت تريانجل. يبقى التريانجل نعرفه عنده كام سايد؟ 3. يجي يقول لي كده، بص يقول لي كلمه نمبر اوف سايدس اوف تريانجل، تقول له ايه؟ 3. شكرا. يبقى اي شيء عنده 3 سايد كولد، يعني تسميه
تري يعني ايه؟ استنى مستر. طب في حاجه تاني عايز تعلمهاني؟ قال لي اه. اسمع حبيبي، فيرتكس او فيرتسيز. استنى بقى، احنا قلنا الراجل الواحد ده صايم، شايف الاموره البوينت الحلوه دي اقول عليها فيرتكس. طب يلا لو جيت هنا كده وعملت كده فيرتكس. ها فيرتكس. يلا بقى نسال، التريانجل عنده كام فيرتكس؟ 3. يبقى نقول 3 فيرتسيز. فيرتسيز. لكن 3 سايدس. 3 سايدس. استنى بقى، الراجل الجميل ده هاو ميني فيرتكس؟ 3. بص يا عمو، ادي 1 2 3. طب وعنده كام سايد؟ 3. بص القلم، 1 2 3. بس كده اقول له ناخد حاجه جديده. طب تعالى يلا معايا بسرعه عشان احنا عندنا حاجات جميله النهارده. بص بقى معايا، اقرب عينيك. لا لا لا، ما نجاوبش بدون اذن، بزعل. اقرب عينيك الاول، كلنا عرفنا. ها 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 ها، فعلا يا مستر سكوير. تعالوا بقى نعرف ازاي اقول عليه سكوير ما قلتش عليه تريانجل. تعالوا نشوف كده. استنى يا مستر، الراجل ده اللاين ده بيسميه ايه؟ سايد. هنا بقى نمبر اوف سايدز، عنده كام سايد؟ 4. يبقى السكوير عنده 4 لكن التريانجل عنده 3. مش عايزين بقى نصوت عشان في ناس شغاله جنبينا، ممكن؟ بالراحه. استنى حبيبي، يبقى السكوير عنده كام سايد؟ 4. يبقى يا مستر ادي تاني شيب اسمه سكوير. اعرفه ازاي؟ 4 سايد. لا يا مستر مش اي 4 سايد. بص بقى المفاجاه، بص حبيبي، هل ده ينفع اقول عليه سكوير؟ ازعل. تعال بقى اعرفك ليه مش اقول عليه سكوير. بص بقى الجمله اللي جايه دي، السكوير اه عنده 4 سايد بس لازم لازم، بص 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 بص، شوف الجمله اللي جايه دي، يكونوا ايكوال. اه الراجل ده عنده 4 سايد بس هل السايد ده قد ده؟ يبقى نوت ايكوال، يبقى انت مش سكوير. طب خد دي كمان، 4 سايد اه بس هل السايد ده قد ده؟ يبقى انت مش سكوير. السكوير يلا مع بعض لازم ايه؟ السايدس يكونوا ايكوال. ايكوال ان لينث يعني ايه؟ اتعلم حبيبي عشان السنين الجايه كل ده هيتقال تاني تاني. السكوير عنده 4 سايد بس ما اقولش 4 سايد واسكت، لازم اقول له كلمه ايه؟ ايكوال ان لينث. يعني الراجل ده لو 5 يبقى 5 يبقى 5 يبقى 5. لكن عنده كام فيرتسيز؟ 4. ما لاحظتش حاجه، السايد كام والفيرتسيز كام؟ 4. يبقوا الاثنين ايه؟ ايكوال. يبقى لا مش ايه، مش بنعمل بقى ايكوال. ايكوال. اتعلموا بقى، بص بص بص، النمبر اوف سايد ايكوال النمبر اوف فيرتسيز. النمبر اوف سايد ايكوال النمبر اوف فيرتسيز. اكتبها لك، يبقى مش اي يا مستر 4 يبقوا سكوير، لازم يبقوا ايكوال. واتعلم بقى الجمله الجميله دي كده، بص، نمبر اوف سايدس اوف مثلا تريانجل، واعمل سبيس واقول نمبر اوف فيرتسيز. بص بقى واحط لك هنا ليس مور ايكوال. الله، نمبر اوف سايد ايكوال نمبر اوف فيرتسيز. يلا بقى نقول تاني، الراجل ده كام سايد؟ 4.
جميل. امتى اقول عليه سكوير؟ ايكوال السايد از ايكوال ان ليف، ايكوال ان ليف، يبقى هو ده السكوير. يبقى مش اي فور سايد اقول عليها سكوير. تعال نتعلم حاجه تانية. استنى بقى يا ريكتانجل، انت فاكره؟ اقول له اه استنى بس معايا، اسمع نسمع. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ عنده كم سايد؟ حبايبي جميل ان احنا نتكلم بصوت عالي، بس ما نهربش، عشان انا لما هروح عايز اتفرج تاني على الفيديو، فاتفرج على الفيديو والاقي حد من زمايلي بيهرب؟ لا. ريكتانجل يا ريكتانجل، عندك كام سايد؟ بص كده 1 2 3 4. عنده كام فيرتكس؟ عايز حد يطلع يشاور لي على الفيرتكس وحد يشاور لي على السايد. انا مش هشاور، تعالي يا عمر هتشاوري لي على ايه؟ هتقولي لي ده سايد ولا تقولي لي الفيرتكس؟ طب يلا فين السايد؟ ايوه بص بص بص، كل ده سايد. الله ها اكسلنت. لا 5 منين؟ جبت منين ال 5؟ اتفضلي اتفضلي. نايمة؟ تعالي يا مرايا. بس خلاص عايز الفيرتكس، شاوري لي على الفيرتكس. الله حطي لي عندها بوينت. ايوه ايوه ايوه. يبقى لو حد قال لي نمبر اوف فيرتسيز للريكتانجل، شكرا. تعالى بقى نلعب لعبة. لو أنا شلت البتاع ده ورحت جاي عامل كده رسمت الرسمة دي بتاعت مين؟ طب ليه ما أقولش عليه سكوير؟ لا 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 لا، ما نجاوبش مع بعض. ملك. الله عليكي، لازم أتعلم أفرق. يا مستر الريكتانجل عنده فور سايد وعنده فور فيرتسيز، بس ينفع أقول عليه سكوير؟ الله عليك، اسمها نوت ايكوال. اتعلم بالانجلش. يلا مع بعض. اهو يا مستر عنده فور سايدز، عنده فور فيرتسيز. ادي دي الفيرتكس زي ما ساجا قالت، وده السايد. ادي ده السايد زي ما ياسمين قالت، وديني انا بقول لك اهو. بص بقى المعلومه الجميله دي، عنده حاجه اسمها لينف اللي هو اللونج. اللونج ده هنقول عليه وده شورت هقول عليه ويتس. ويتس. يبقى انا الريكتانجل عشان السايدس مش ايكوال، اتنين لونج هقول عليه لينف، اتنين شورت هقول عليه ويتس. ادي ده اللي انا عايز اتعلمه في الراجل الجميل اللي اسمه الريكتانجل. تعالوا ناخد حاجه تانية. بص معايا لحظه بقى، اقرا بعينيك، لازم تتعلم تقرا لوحدك. ها حلا علي صوتك وما تخافيش. ها ياسين بص هنا. طب ياسين عينيه وجعك. ها 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 ها. ايوه كده سيركل سيركل. تعال كده نشوف السيركل دي شكلها ازاي. انا كده استنى ايه كده اقول له كده. طب بصوا معايا دي. يلا بقى هسال سؤال وفكر. يلا نمبر اوف سايد زيرو. اه دي ما عندهاش. ده اسمه كيرف يا مستر مش سايد. طب يلا نمبر اوف فيرتكس زيرو. بالراحة ما نصورش. يبقى السايد نو والفيرتكس نو. لو قال لي نمبر اقول له زيرو. طب تعالى نقول حاجة تانية. ترابازويد.
ايه ده؟ ترابيزويد؟ وفي حاجة اسمها ترابيزيوم. هو برافو عليك، تعالى نقول يعني ايه؟ يعني مثلا انت اسمك ياسين، هو اسمه ياسين. ده ريكتانجل، ده ترابيزويد. نيم، بص بقى معايا. ايه ده؟ هو ده الشيب بتاعه. بص بقى، استنى عليا. يبقى ده الشيب بتاعه. اهدوا. نسأل سؤال، هل ده كان ممكن أقول عليه سكوير؟ لا، عشان السايد مش ايكوال. طب ينفع أقول عليه ريكتانجل؟ لا، الريكتانجل عنده اتنين لينث قد بعض واتنين ويدث قد بعض. لكن الراجل ده ما عندوش حاجة ايكوال خالص، لكن عنده كام سايد؟ فور. عنده كام فيرتسيز؟ فور. بس خلاص، من غير ما نصوت. ادي الترابيزويد وناس تقول عليه ترابيزيوم. طب هتقول لنا طب تعالى كده يا مستر، قول لنا حاجة تانية. عنده حاجة اسمها تو سايد بارلل. تعالى بقى قول لنا ايه الكلمة الجديدة دي. بص حبايبي، التو بين دول واحد فوق واحد تحت، دول طالما واحد فوق واحد تحت، بص كده قصاد بعض، اوبوزيت، اقول عليهم بارلل. ايوه، يبقى انا يا مستر بدات اخد حاجه جديده اسمها بارلل. ثانيه، بارلل. البارلل يا حبايبي زي السايد ده والسايد ده، بص اوبوزيت قصاد بعض اهم، يبقوا بارلل. هل دول بارلل؟ لا. لا، عارف ايه؟ لان دول لو انا عملت اكستنشن يتقابلوا، دول يتطبقوا، دول يتقابلوا. ده الفرق بين تو سايد بارلل ونوت بارلل. بص معايا تاني، بص يا قلبي، لو عملنا سكوير، هل التو سايد دول بارلل؟ استنى، ما تقولش ولا لا، تروح جايب القلم. بص حبيبي، ادي قلم وادي قلم. هل ده لو مديته وده مديته هيتقابلوا؟ لا، يبقوا هيفضلوا بارلل. بص كده، ادي قلم وقلم. هل دول لو مشوا على طول هيتقابلوا؟ لا، يبقوا بارلل. بارلل. طب استنى، بص كده معايا، الراجل ده ريكتانجل، يلا نلعب. عنده بارلل؟ استنى اهو، هل دول لو مديتهم يتقابلوا؟ لا، يبقى انتوا بارلل. تعالى روح هنا اهو واهو، هل دول لو طلعت بيهم او نزلت بيهم هيتقابلوا؟ لا، يبقى يتقال عليهم بارلل. لكن ده، بص حبايبي اهو، لو ده مديته وده مديته عملوا ايه؟ اتقابلوا، يبقى دول نوت بارلل. ادي الفرق حبايبي. يبقى يا مستر الترابيزويد، الترابيزيوم عنده تو سايد بارلل اهم، وعنده تو سايد نوت بارلل. اصل هم يا مستر هيتقابلوا، لو عملت اكستنشن ومديت هيتقابلوا. تعالى نشوف حاجه ثانيه. رومبس. 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 تعالى نشوف شكله. بص حبايبي، استنى بقى، ايه اللي انت ملاحظه قبل انا ما اتكلم؟ يعني قريب من سكوير. ماشي، جميل، حلو كلامك. طب استنى، ايه اللي انت فاكره من السكوير؟ ايه كمان؟ السايد اسمالهم. الله عليك، نهدى بقى. انت عارف قلت حاجه جميله ليه؟ قلت لي الراجل ده لو عدلته يبقى سكوير. اقول له اسمع بس معايا، فعلا عشان السايد اس ايكوال. يبقى السايد اس ايكوال في الرومبس، السايد اس ايكوال في السكوير. عشان كده انا مبسوط ان انت لاحظت كده. اسمع، بص يا مستر، ها؟ لا، من غير ما نشقلب. بص بقى معايا، يبقى انت مين يا عم؟ رومبس. عندك كام سايد؟ فور. عندك كام فيرتكس؟ فور. هنا السايد اس ايكوال ولا نوت ايكوال؟ ايكوال. الله عليكم.
بصوا بقى معايا بالراحة عشان عايزين نقول حاجة جميلة تاني. أيوة وادي يا مستر السايدز بتوعه ايكوال ان لينث، عشان كده انبسطت لما قلت لي الراجل ده لو عدلته ممكن يبقى سكوير. بص بقى هناخد حاجة تاني، نسمع بقى استنوا عليا. الأول قبل ما أقول لك اسمه نمبر أوف سايد أقول له بص 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 1 2 3 4 5 سايد. الراجل ده بقى هياخد اسم تاني جميل، بنت بنت جن بنت جن بنت جن بنت جن. اسمع بقى اسمع يا مستر، بنت جن بنت جن. لحظة بقى يلا نلعب مع بعض. كام سايد؟ 5. كام فيرتكس؟ 5. اصل يا مستر النمبر بتاع السايد ايكوال، نقول ايكوال نقول ايه؟ ايكوال النمبر اوف فيرتسيز. يبقى قول يا قمر. اي حاجة لو طلعت 4 او 5 الفيرتسيز بتاعتها هتبقى زي. الله عليك، ايوه كده. بصوا بقى معايا يبقى 5 سايدز، ده يتقال عليه سايد وده سايد وده سايد وده سايد. والعنده 5 فيرتسيز، دي فيرتكس فيرتكس فيرتكس. ادي ده اسمه ايه؟ بنتا جون بنتا جون. تعالوا نشوف حاجه تانية، تعالوا بقى نشوف شيب تاني. تعالى الاول بعينيك اعمل لي كاونت، قول لي نمبر اوف سايدز حبيبي من غير ما نتنطط. كلنا عرفنا؟ فاضي حبيبي. يلا يا ياسمين. استنى بقى، الراجل ده عنده 6 سايد. 1 2 3 4 5 6. هل ينفع اقول عليه بنتاجون؟ لا. هياخد نيم جديد. بص بص بص. هيكسا جان. هيكسا جان. يلا بقى بالراحة. يلا مع بعض بالراحة. البنتاجون عنده كام سايد؟ 3 5. فكر ما تجاوبش بدون اذن. بنتاجون عندك كام سايد؟ 5. محدش يجاوب بدون اذن، المرة التانية هنرجع نبقى منظمين. طيب السكوير عندك كام سايد؟ فكري. اكسلنت. تريانجل عندك كام سايد؟ تريانجل. الله عليك. نرجع تاني، هيكساجون عندك كام سايد؟ اكسلنت. ريكتانجل عندك كام سايد؟ اكسلنت. ترابيزويد عندك كام سايد؟ 4. اللي عنده 5 اسمه ايه؟ بنتا. اللي عنده 5 بنتا. طب واللي عنده 6 هيكسا. يلا بقى نشوف الراجل ده. لحظة، يبقى الراجل الجميل ده يا مستر اسمه هيكساجون، عنده 6 سايز، عنده 6 فيرتسيز. ايوه يا مستر. وبالراحة تعالوا نكمل حبايبي. احنا دلوقتي مديني شيب بيسأل عاوز النيم والنمبر اوف سايدز والنمبر اوف فيرتسيز. احنا اخترنا طلع اول حد ملك. يلا يا امورة اختارت السكوير، شكرا. الله، وكمان حافظة السبيلنج، برافو عليكي. والنمبر اوف سايدز ممكن تشاوري لي فين السايدز؟ لا لا لا، على الشيب. فين السايدز؟ هنا. ايوه ده، تعملي لي كده تقولي لي ده السايد. ايوه كده. طب يلا نمبر اوف فيرتسيز. لا ازعل، 4. الواد يزيد قال حاجه حلوه، النمبر بتاع السايد ايكوال النمبر بتاع الفيرتسيز. شكرا ملوكه. يلا هنعمل كمان واحده. ياسين عايز تطلع ولا مش عاوز؟ هتختار ايه؟
ايه؟ يا رب اكتب صح يا حبيبي. طب يلا بالراحه بابا. اختار. ممكن تنطق لي يا بابا ايه الشكل اللي انت اخترته؟ ايوه كده تريانجل. حتى لو انت لسه ما حفظتش السبيرنج انا هساعدك. تمام. طب سيبها لي انا هكملها، بس انت قول لي النمبر اوف سايدز قد ايه؟ الله عليك، شكرا حبيبي. ادخل يلا ندخل على حد تاني. ياسمين يلا يا أمورة هتختاري ايه؟ يلا يا قمر. شكرا يا قمر. يلا ايه دي يا ماما؟ سيركل. سيركل، برافو عليكي. نكتب سيركل. ايوه الله، دي ار، اعملي لي ار ار ار. ايوه ايوه سيركل. سي كمان مره ال اي. نحاول نحفظ. يلا بقى يا سيركل. نمبر اوف سايد زيرو. شطوره. نمبر اوفر سيز زيرو. اكسلنت يا اموره. يلا بسرعه ادخلي. سجا يلا يا سجا اختاري شيء يا قمر. اوكي النيم بتاعه ايه يا قلبي؟ اكسلنت. يلا نشوف كده لحقنا نحفظ ولا لا. انا مبسوط منهم لان هم اول مره ياخدوا الكلام دوت وبيحاولوا يكتبوا لوحديهم الليترز بتاع الشيب. ريكتانجل. اكسلنت يا اموره. يلا نمبر اوف سايد. برافو عليكي. نمبر اوف سيز. اكسلنت يا اموره، شطوره سجا. يلا نختار حد تاني. حلا معانا. حلا اختارت ايه؟ اسمه ايه؟ رومبس. رومبس. يلا نحاول كده نحفظ اللتر. رو ار اتش او. رو ار اتش او ام، وبعدين كلمه ايه؟ يبقى نحفظها بالراحه. يلا بقى يا رومبس انت عندك كام سايد؟ شاوريلي عليهم. برافو عليكي. ايوه كده عنده كام فيرتكس؟ فور. شطوره ماشي يا قمر. يلا باي. اخر واحد مستر يزيد. تعالى ما تخافش، استنوا بس. يلا تعالى يا قمر. بص بقى انا هساعدك في حاجه واحده. انا عايز اسال حضرتك. اسال. هو ده هيكسا؟ برافو عليك، ده الهيكسا. والهيكسا عنده كام سايد؟ ازعق ازعق. ايوه عد، انا مالي عنده 6. يبقى هيكسا هيكسا 6. طب والهيكسا؟ اتش اي اكس ان وبعدين جن جي او ان. يلا يا مرايا يلا حبيبي يلا اقرا لي تاني. ها ده اسمه ايه؟ هيكسا اتش اي اكس ان وبعدين جن جي او ان. شطوره. لا لسه نمبر اوف سايد. ازعل بالراحه. لا 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 يلا تبقى جديد عشان الناس تشوف عنده كام فيرتكس. شكرا برافو عليكم. اما الراجل الجميل ده انا اللي هحله. عنده 1 2 3 4 عنده 5 سايد عنده 5 فيرتكس. اسمه ايه بقى؟ بنتا 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 جون.